مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استوديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. والبداية مع أهم الأخبار العربية والعالمية. نجح الجيش الحر في سوريا بريف حلب تحديدا في السيطرة على بلدة الراعي معقل تنظيم داعش، ونجح الثوار في طرد داعش من هذه البلدة القريبة من الحدود التركية. وبهذا التقدم يضيق الحر الخناق أكثر على تنظيم داعش في مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا والتي يحتلها داعش. التفاصيل في سياق التقرير التالي. عناصر من الجيش السوري الحر يستعدون للمعركة، ينتشرون قرب بلدة الراعي الاستراتيجية التي يسيطر عليها تنظيم داعش. تبدأ المعركة بإطلاق رصاص من الجانبين. يرد تنظيم داعش بإرسال سيارات مفخخة لصد محاولات الجيش السوري الحر في التقدم، لكن الأخير ينجح في تدميرها قبل وصولها إلى مواقع انتشار الثوار. تمضي ساعات من المعركة قبل أن ينجح الثوار في التقدم والسيطرة على الصوامع ومن ثم الدخول إلى داخل بلدة الراعي. بلدة الراعي الحدودية القريبة من تركيا تعد من أهم المواقع الاستراتيجية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. أهميتها تأتي كونها صلة وصل بين ريف حلب الشرقي والشمالي. هنا الدوار الرئيسي في البلدة، يحتفل عناصر الجيش السوري الحر بتحريرهم هذه البلدة الهامة، يرفعون علم الثورة، يطلقون الرصاص في الهواء احتفالا. يشكل هذا التقدم ضربة قوية لتنظيم داعش، إذ نجح الثوار في قطع خطوط الإمداد لتنظيم داعش بين بلدة جرابلس الحدودية مع تركيا ومدينة الباب. ومع تحرير الراعي يقترب الثوار أكثر من تضييق الخناق على تنظيم داعش في بلدة جرابلس وكذلك في بلدتي منبج والباب، أهم معاقل تنظيم داعش في ريف حلب. وفيما لو نجح الثوار في تحرير هذه المناطق والاستمرار في التقدم، فهذا يعني أن محافظة الرقة ومدينة الطبقة وكذلك مدينة الرقة ستكونان وجهة الثوار، وسيزداد الخناق أكثر على تنظيم داعش والذي خسر الكثير من مواقعه هذا العام.